أول فرصة معنا لليوم بفقرة شير رح نتناولها، واللي هي شركة أرامكس بعمان يلي أعلنت عن وجود شاغر بقسم خدمة العملاء ومركز الاتصال بالشركة، طبعاً بخبرة مبتدئ بس يكون حاصل على شهادة البكالوريوس، متقن اللغة الإنجليزية وعنده خبرة ببرامج الأوفيس. طريقة التقديم وتفاصيل الوظيفة المفصلة رح ننشر رابطها على صفحاتنا على السوشيال ميديا. ثاني فرصة عمل معنا لليوم من شركة بايت دانس من الإمارات، طبعاً أعلنت عن شاغر وظيفي بقسم التسويق والعلاقات العامة، ومطلوب 3 سنوات خبرة على الأقل، ويكون حاصل على شهادة البكالوريوس. كمان تفاصيل أكثر رح تحصلوا عليها من خلال رابط رح ننشره على اليوتيوب وعلى صفحة الفيسبوك. صفحة دوبارة حبت أنه تشارك الطلاب السوريين يلي حابين يكفوا تعليمهم المدرسي بمنحة دراسية مقدمة من مدارس العالم المتحد عبر اللجنة الوظيفية السورية UWC سوريا لدراسة الثانوي ب 17 مدرسة وكلية متوزعة بأربع قارات. طبعا المنحة بتغطي منح كاملة أو جزئية حسب احتياج الطالب. شروط القبول أنه يكون الطالب سوري يحمل جنسية سورية أو فلسطينية، حامل لوثيقة سفر سورية، أن يكون العمر ما بين 16 و18 سنة، أن يكون لديه مسجل عنده سجل أكاديمي فوق المتوسط، أن يكون أتم أو مسجل الآن بالصف العاشر. آخر شيء حابين أنه نشارككم فيه هو شيء جديد كمان، كمان شركة منحة مالية مقدمة من مؤسسة مارك دي مونتلبرت لمشاريع الشباب من دول البحر الأبيض المتوسط بقيمة 7000 يورو لتنفيذ مشروع ثقافي أو مهمة بتتعلق بتطوير حرفة، ورح يحصل المتقدم الناجح على المنحة المالية اللي بقيمة 7000 يورو للمشاريع الثقافية أو المتعلقة بالحرف المبنية على مهنة حقيقية بالتركيز على منطقة البحر الأبيض. كمان مشاهدينا التفاصيل كاملة اللي حتلاقوها على صفحتنا على الفيسبوك تويتر إنستغرام، وأكيد مع الحلقة على يوتيوب.